ممكن نقول الوصفة دلوقتي بقى سريعا كده. النهاردة أنا محضرة لكم حمام كريم للشعر الجاف. في ناس كتير سألت النهاردة على حمامات كريم للشعر الجاف، بس أرجوكم للناس اللي شعرها يتساقط ما نستخدمش أي حاجة حد ما نشوف التساقط من إيه. نجيب 4 معالق مايونيز زائد 2 بيض زائد نص ثمرة أفوكادو. 4 معالق مايونيز، 2.5 ثمرة أفوكادو، نهرسهم كويس قوي أو نلخبطهم كويس قوي 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 على بعض، نحطهم على الشعر بعيد عن الفروة، نلبس زي كاب بلاستيك اللي هو بتاعت الحمى لمدة 25 دقيقة، واغسله كويس قوي شامبو وبلسم. أوكي، الوصفة دي يا جماعة بتبقى كويسة جدا جدا للناس اللي شعرهم جاف.